أنهت محافظة أسوان الاستعدادات للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس غدا الأربعاء على معبد رمسيس الثاني في مدينة أبو سنبل. تتضمن فعاليات الاحتفال عروضا فنية متنوعة من فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، بجانب تقديم عروض ديفيلي لفرق الفنون الشعبية داخل مدينة أبو سنبل السياحية، ويشارك فيها 6 فرق هي أسيوط والشرقية والمنوفية وملوي، بالإضافة إلى فرقتي أسوان وتشكى للفنون الشعبية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من أسوان مراسلنا محمود جاد الكريم. محمود، أرصد لنا المشهد لديك الآن. أستاذة دعاء، أنظار العالم تتجه الآن صوب معبد أبو سنبل، حيث لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس والتي ستبدأ في ساعة مبكرة من صباح الغد بإذن الله تعالى. أستاذة دعاء، هناك 6 فرق فنون شعبية حضرت خصيصا لهذا المكان الذي يحمل العبقرية الفزة للقدماء المصريين، وهي فرق المنوفية والشرقية وأسيوط وملوي، إضافة إلى فرقتي أسوان وتشكى للفنون الشعبية. وهناك أيضا عروض للصوت والضوء ستقام عقب تقديم تلك الفرق الفقرات الخاصة بها. ويسعدنا في تلك اللحظة أن نستضيف الأستاذ حسين حمدي، نائب مدير صوت والضوء بمعبد أبو سنبل. مرحبا بك أستاذ حسين. شرفتونا ونورتونا النهاردة في الاحتفالية العظيمة دي اللي العالم كله بيشهد لها يعني. ماذا ستقدمون في تلك الليلة أستاذ حسين؟ إن شاء الله إحنا طبعا بعد الفقرات اللي هتتعمل دلوقتي وحنشوفها هنتفرج على عرض الصوت والضوء، وإحنا من خلال عرض الصوت والضوء في فقرة بالكامل في العرض، الفقرة دي بنجسد فيها الصوت والضوء بس ايه صناعي، يعني عندنا لوحه معدنيه عليها مكتات للتماثيل، بنعمل عليها اسقاط للضوء، فبتظهر زي شعاع الشمس وهو بيتعامد على وجه رمسيس الثاني. فطبعا دي الظاهره احنا بنجسدها طبعا لعظمه الظاهره الفلكيه، بنجسدها داخل عرض الصوت والضوء اللي بيشاهد يوميا، علشان ده حدث ما نقدرش ابدا نستبعده من عروض الصوت والضوء في ابو سمبل، لان ده حدث رئيسي في ابو سمبل. هل هذا التجسيد سيتم تطبيقه لاول مره في معبد ابو سمبل؟ لا، الحدث ده منذ انشاء الصوت والضوء في سنه 2000، واحنا شغالين طبعا ده جزء من تكوين العرض نفسه، يعني مش علشان الاحتفال، لا هو جزء لازم السائح وهو بيشاهد عرض الصوت والضوء يعرف ان في تعامد للشمس، طبعا لازم نبينه له يوميا على مدار السنه بالكامل. استاذ حسين، هل تتوقع ان يكون هناك اقبال كبير من السائحين والمصريين لمشاهده تلك الظاهره؟ ان شاء الله. طبعا الظاهرة الحمد لله بدأت تتسوق داخليا، يعني هي الحمد لله اعتقد ان هي متسوقة خارجيا، بس الحمد لله بدأت من السنة اللي فاتت تتسوق داخليا، وشاهدنا التعامد اللي فات في شهر فبراير شاهدنا اعداد لم نكن نتوقعها من المصريين، وقد يكون يعني ان هي صدفة اجازات، بس ان شاء الله يعني السنة دي برضو بنتوقع اقبال من المصريين، خاصة ان بدأت الظاهرة تتسوق من ناحية الجامعات ومراكز الشباب، وبدأوا يعملوا برامج ورحلات مخصوص بتيجي يعني عشان يتعرفوا على الظاهرة دي في معبد ابو سمبل. استاذ حسين، وبرغم من نجاح الاحتفالية في فبراير الماضي الا ان هناك كانت بعض السلبيات، هل ان شاء الله ستبتعدون عن تلك السلبيات بإذن الله؟ إن شاء الله. طبعا احنا كل حاجة سلبية بتحصل بنعمل عليها دراسة وبنتداركها في التعامد الذي يليه، فطبعا إن شاء الله احنا عملنا اجتماعات والسيد المحافظ تحت رعاية السيد المحافظ لمناقشة جميع السلبيات اللي ظهرت في احتفالية التعامد اللي فات، والحمد لله سنتداركها تماما في التعامد دوت إن شاء الله، وإن شاء الله هتشوفوه إن شاء الله على أحسن
حال يعني. ان شاء الله. اشكر الاستاذ حسين حمدي نائب مدير صوت والضوء بمعبد ابو سمبل باسوان. والان نعود الى الاستوديو. نعم محمود جدل كريم، شكرا جزيلا لك وشكرا بالتاكيد لضيفك الكريم.